سفيان الثوري جبل إمام من الأئمة، لما أتى إلى مكة واجتمع الناس حوله ماذا قال؟ إنا لله. قال إنا لله، أخشى أن تضيع الأمة. قال أخشى أن تضيع الأمة لما جعل الله جل وعلا حاجتهم إليه. انظر، قال أخشى أن تضيع الأمة لما احتاج الناس إليه. ولما قيل له لقد رؤي فيك ذلك المنام، وذلك المنام منامات طيبة، قال وماذا أصنع بالمنامات؟ وماذا يدري أهل المنامات عني؟ أنا أعلم بنفسي من أصحاب المنامات. سبحان الله العظيم، نسأل الله يرحمنا.